اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم مع معالي السيد بلاوال بوتو زرداري وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ومجالات التعاون المشترك وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.